النهارده مصر بالنسبه لهم هي افضل مكان بيتم فيه مخططات ومشروعات الاسكان على مستوى العالم. النهارده بنستغل الفرصه دي ان بنوريهم جميع المشروعات القوميه اللي بيتم تنفيذها على ارض مصر، العاصمه الاداريه الجديده اللي احنا بنعمل مؤتمرنا فيها النهارده واللي هم مبهورين بيها. عندنا زياره في العالمين الجديده في اخر ايام المؤتمر للاطلاع على المشروعات الموجوده هناك. عندنا مشروعات في جميع المناحي واستعراض الحضاريه والتراثيه لمصر الفرعونيه ومصر الاسلاميه ومصر القبطيه. الحقيقه عندنا تسويق لمصر. احنا سعداء بالمجهود، احنا كراعي للمؤتمر واشتغلنا الفتره اللي فاتت من خلال الوزاره وهيئه العامه لتعاونات البنيه والسكان مع الاتحاد الدولي التعاوني الحلف التعاوني الدولي والاتحاد الافريقي، حتى وصلنا الى المستوى الموجود النهارده على غرار المؤتمر. في عندنا معرض لشركات مصريه كبيره لها علاقات بافريقيا ومشروعات في افريقيا، سعداء جدا هم برضو يتقدموا، بنقول لهم تعالوا نفوت 50 دوله افريقيه موجودين نفتح شغل كلنا في افريقيا. وده ان شاء الله احنا عندنا خطه كبيره جدا ان شاء الله في الاربع سنين الجايين للتوسع في افريقيا بشكل كبير. والنهارده بكوره مجهود اربع سنوات ماضيه اصبح لمصر منصب نقدر من خلاله نفتح فيه شغل وتعاون مباشر 1-to-1 مع الدول الافريقيه من خلال منصب السيد وزير اسكان مصر ومن خلال المنظمه الافريقيه للاسكان ومن خلال حلف التعاون الدولي اللي موجود مقره في القاهره. Well, this conference is very very historic and very important. What I've seen in Egypt is a message to other African countries, and that Egypt has really gone far in terms of cooperatives, and we are hoping to catch up with Egypt as well from our own countries. I come in from Nigeria, and what I've seen here is very wonderful, very encouraging, and it will inspire us to do better when we get back to our country. Egypt has actually come with a new dimension, new innovations, as far as housing is concerned, and we hope a lot of African countries can actually learn from whatever we've seen right there, so we can actually improve. We have a lot of countries, Rwanda too is coming with tea, while Nigeria too is coming with the production of rice. So we hope to put things together so that in the next couple of years, through cooperative integrations, majority of the populations in Africa can actually live in a better life. This is a very important forum where also we bring the African cooperative movement together, and we are able to network, to share ideas, and to learn from each other what is happening in each country, so that as we talk about issues to do with the cooperation among cooperatives, we have an understanding of what each of our countries are doing. So the role of ICA is to bring us together as cooperatives. ده مشروع استثماري تعاوني في بورسعيد في حي المناخ، منقسم لجزئين، جزء استثماري وجزء تعاوني. المكت الموضح قصادكم هو ده الجزء الاستثماري، فيه موضح فيه المول والمباني الابراج الاستثماريه، وبقيه المشروع بيبقى فيه ابراج سكنيه ومباني سكنيه وخدمات. المشروع في منطقه حيويه جدا تعتبر بورسعيد اصلا، يعني الهدف منه ان احنا عايزين نرجع لبورسعيد الاهميه التجاريه بتاعت زمان والمينا. وكل الشغل القائم في المشروع دلوقتي قائم على ان هو يوصل بافضل جوده ممكنه احنا كتعاونيات قدرنا نحققها قبل كده. احنا بننتج تعاونيه بتنتج يعني تعاون اختصاص لانتاج وتصدير زيت الارجان المغربي وزيت الصبار وزيوت الطبيعيه، والحمد لله التعاونيه الان يعني تاسست في 2015، عندها تقريبا 45 امراه اللي بتشتغل في التعاون حاليا. والان التعاونيه تحتمل جميع الشواهد الصحيه للتصدير، يعني عندنا لونسا، شهاده لي جي بي، شهاده البيو، بنصدر جميع الدول العربيه والدول الخارج كمان.